متابعة للشأن السوري ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الحسين. مرحبا بك سيد عبد الحسين، لماذا بنظرك يستمر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على دمشق علما أنها لم تعطي نتائج من قبل؟ هل هذا كل ما يمكن للغرب فعله حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير. طبعا بغياب إمكانية صدور أي قرار عن مجلس الأمن الدولي، باعتقادي أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين وعلى الحكومة السورية. أنا صراحة برأيي أن هذه العقوبات فعلت يعني دورها. البارحة سمعنا أن الليرة السورية، أن الدولار أصبح يساوي 70 ليرة سورية، وهو كان 45 ليرة سورية قبل اندلاع الأحداث في مارس الماضي. يعني هناك وضع اقتصادي صعب، أوروبا كانت تشتري معظم النفط وتمول الدولة السورية بالعملات الصعبة. باعتقادي أنه لا يجب أن نستخف أبدا بالعقوبات التي فرضتها أوروبا. طبعا الجزء الأساسي كان عن طريق فرض حظر على شراء النفط. هل هذه العقوبات بنظرك كفيلة بإسقاط النظام مثلا؟ لا أعتقد أنها وحدها كفيلة، ولكني أعتقد أنها تساهم بجزء كبير في تعطيل الماكينة التي تسيطر عليها الحكومة السورية. طبعا القوات الأمنية تحتاج إلى نفط مكرر وتحتاج إلى تمويل، وكل البيروقراطية السورية يعني مع الحكومة السورية تحتاج إلى كمية من الأموال، وعندما تشح هذه الأموال أو إذا ما ضرب أي نوع من التضخم النقد الوطني السوري، سوف تواجه الحكومة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد مشكلة كبيرة. أمام هذا التمسك، أمام التمسك الروسي بموقفه تجاه الأزمة السورية، ألا تعتقد أنه لا توجد فرصة أمام أي قرار ضد سوريا من قبل مجلس الأمن؟ إذن ما هي الفائدة من دعوات التدويل والتدخل الأجنبي بنظرك؟ بالتأكيد يعني في وجه الرفض الروسي من غير الممكن استصدار أي نوع قرار من مجلس الأمن، ولكن برأيي الأحداث في سوريا لا تتعلق فقط بالقرارات الممكن أن تصدر عن هذا المجلس. باعتقادي أن هناك عوامل كثيرة أخرى، طبعا أنا ذكرت للتو الموضوع الاقتصادي. هناك العوامل على الأرض. طبعا الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي في خطابه تحدث عن الضرب بيد من حديد، وهذه اليد يبدو أنها لم تنفع، ويبدو أن الأحداث لم تتغير منذ أن أعلن نيته الضرب من حديد. هناك يعني وضع على الأرض، هناك الانشقاقات تكبر، ويعني العالم ما زالت تخرج إلى الشارع. يعني لا يسيطر مجلس الأمن على كل الأحداث التي تجري في الداخل السوري. الآن المعارضة ترفض الحوار أو المشاركة في الحكومة المقبلة، ألا ترى أن هذا الاعتراض والرفض يعني ليس بالحلول الواقعية؟ ما هي البدائل بنظرك التي يجب تقديمها للالتقاء على أقل في نقطة وسط يعني مع السلطة؟ أولا المعارضة هي معارضات. أنا يعني برأيي بعض المعارضين أعربوا عن نيتهم المشاركة في أي حكومة، يعني خصوصا من معارضة الداخل. ولكن في هذه يعني في هذا الوقت يبدو أن الحل الأنسب هو أن تلتزم الحكومة السورية بالمبادرة العربية كاملة، لأننا حتى الآن نعرف على سبيل المثال أن الإعلام الأجنبي لم يسمح له الدخول والتصرف بحرية داخل سوريا. يعني على يعني حسب قول الحكومة السورية هناك اعتبارات أمنية. باعتقادي أن تنفيذ المبادرة العربية بحذافيرها قد يكون خطوة أولى لبناء الثقة بين الطرفين، ولكن بغياب أي تنفيذ برأيي سوف تبقى الثقة غائبة ولن تنفع، حتى لو يعني كان هناك جولات من الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، برأيي أنها لن تنفع في غياب الثقة على الأرض. لكن كيف ترد على من يقول بأن المبادرة العربية فشلت أو في طريقها نحو الفشل؟ طبعا المبادرة العربية تفشل إن لم تلتزم الحكومة السورية بالبنود التي وقعت عليها. وأنا ذكرت للتو أن هناك عدد من البنود، يعني الإعلام واحد منها، سحب الجيش من المدن موضوع آخر. يعني هناك مواضيع متعددة أخرى، وبرأيي قبل أن نصل إلى يعني نوع من التهدئة الذي تمليه المبادرة العربية، طبعا المبادرة العربية فشلت، وفي غياب يعني أي نجاح من قبل جامعة الدول العربية
الإرهابية وفي غياب مجلس الأمن على الموضوع باعتقادي أن الأمور سوف تستمر على ما هي عليه، وباعتقادي أن الوقت ليس لمصلحة نظام الرئيس الأسد أو الحكومة السورية بشكل عام. من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الحسين، شكرا جزيلا لك.